يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيتابعونا. نبدا مع حضراتكم مش بس اسبوع جديد، بدايه مرحله جديده الاهلي 2022 لودنج. طبعا جماهير نادي الاهلي تابعت على مدار ال 48 ساعه الاخيره صفقات الاهلي استعدادا للموسم الجديد. احنا بنتكلم انه في اللحظه دي انت تقريبا عندك فرقتين، الفرقه الاولى هي النسخه الاصليه، النسخه اللي حققت بطولتين افريقيا، فازت بسوبر افريقيا، فازت بدوري وكاس، وفازت ببرونزيه كاس العالم للانديه. كلهم الحقيقه نجوم وكلهم ابطال وكلهم ادوا اللي عليهم واكثر. ضيف عليهم الحقيقه فرقه ثانيه، فرقه قوامها صفقات النادي الاهلي الجديده، سواء كنت بتكلم على بيرسي تاو او بتكلم على لوي ميكسوني او بتكلم على كريم فؤاد او بتكلم على حسام حسن، ولسه بين قوسين البقيه تاتي. واكمل عليهم كمان بمعارين النادي الاهلي اللي تالقوا وقدموا موسم اكثر من رائع، ويمكن ابرزهم بشكل كبير جدا واللي لفتوا الانظار الحقيقه بشكل كبير احمد عبد القادر وطبعا عمار حمدي. على كل الاحوال هنتكلم على فرقه النادي الاهلي وهنتكلم على استعدادات المرحله اللي جايه لانها في منتهى الاهميه، والابطال اللي حققوا الالقاب دي كلها قادرين على ان هم يكملوا المشوار مع الاضافات القويه جدا الحقيقه اللي عملها النادي الاهلي والتعاقدات اللي ابرمتها اداره النادي الاهلي في الاوقات الاخيره. طبعا الصفقات دي احنا يمكن عارفينها وعارفين تفاصيلها من فتره طويله، لكن زي ما اتعودتوا دايما قناه النادي الاهلي لما بتتكلم في شيء بيكون تم حسمه بشكل رسمي وبشكل كامل، وبالتالي الحقيقه خلينا نقول كمان انه في الاوقات او الساعات اللي جايه يمكن هتسمعوا كمان اخبار كويسه جدا. هفكركم عشان حلقتنا النهارده دسمه جدا جدا، وبوعدكم بوعد كل اللي بيتابعوا السادسه انكم تستمتعوا بكل فقراتها النهارده، فقرات قويه جدا سواء العالميه اللي حاضر فيها نجوم العالم هالاند رونالدو ميسي، او المحليه مع واحد من المع الحريفه والموهوبين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي هتشوفوه النهارده في فقره الحريف. هفكركم بس بسؤال حلقتنا بعد طبعا مباراه الامس اللي جمعت بين الاهلي واسوان، مين افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظركم في ماتش الاهلي الاخير امام اسوان، المباراه اللي قفلنا بيها نسخه 2020-2021 من الدوري العام. خلينا بقى قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه ونتكلم نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. قبل بس ما ندخل في حريف النهارده خليني اقول للاهلاويه بالذات اللي مهتمين او اللي عايزين يتابعوا ابطالنا اللي في المغرب بيلعبوا بطوله افريقيا الابطال الكؤوس، انه على صفحه الاتحاد الافريقي للهاندبول بيذاع حاليا مباراه الاهلي ضد فاب الكاميروني في ثالث محطات او ثالث مباريات النادي الاهلي في مشواره باذن الله نحو تحقيق اللقب. دي صفحه الاتحاد الافريقي للهاندبول والصفحه بتذيع المباراه على الهواء. نبدا بقى بحريف الاسبوع اللي فات، كان ملك الحركات طبعا الزئبقي محمد بركات، وكنا سالنا حضراتكم بعد ما استمتعنا الحقيقه بلقطات كثيره جدا ومشاهد واهداف تالق فيها محمد بركات في مشواره مع النادي الاهلي، سالناكم عن افضل هدف من وجهه نظركم لمحمد بركات، والاراء اجمعت على انه هدفه في مباراه الزمالك. تعالوا نفكر حضراتكم بمباراه التعادل 3-3 الهدف الثالث للنادي الاهلي، تعالوا نشوفه مع حضراتكم ونرجع نشوف مين حريف النهارده. ملك الحركات زئبقي كان ولد الحقيقه بركات، كان واحد من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، وخصوصا في العشر سنين الاولى من الالفيه الجديده اللي شهدت الحقيقه انطلاقه المارد الاحمر وسيطرته شبه الكامله الحقيقه على كل البطولات اللي دخلها سواء على المستوى القاري او على المستوى المحلي، وبالتاكيد طبعا اول ظهور للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه وهو النادي المصري الوحيد حتى اللحظه
اللي ظهر في كاس عالم للانديه وكان الجيل ده اللي فاز باول برونزيه. النهارده الحقيقه موهبه من العيار الثقيل، يعني الاكسير الخالص للماده الخام للموهبه هتشوفوها في حريف النهارده. قبل ما نتعرف عليه فاصل صغير ونرجع لحضراتكم. الحريف أمير الموهوبين يكفي فخرا الحقيقة إنه أول لقطات ظهوره كان اللي بيقدمه لجماهير الكرة في مصر ولجماهير نادي الأهلي على وجه الخصوص الأسطورة محمود الخطيب. لبس نمرة 10 وكان أهل الحقيقة لثقة مش بس كابتن محمود الخطيب ولا المديرين الفنيين اللي توالوا على النادي الأهلي في الفترة اللي لعب فيها ومشواره ابتدى من 1988 لغاية 2003، لكن كمان ثقة جماهير النادي الأهلي. بفتكر كويس جدا الحقيقة إنه مفيش لقطة صعبة، مفيش لحظة حرجة مرت بيها الفرقة، مفيش لحظة عجزت فيها الحلول الموجودة في فرقة النادي الأهلي عن اختراق دفاعات الخصوم إلا وكان الهتاف باسمه في المدرجات. بكلمكم على واحد من أمهر اللعيبة اللي شافتهم عيني الحقيقة في الملاعب المصرية وعلى وجه التحديد في النادي الأهلي. بتكلم على أمير الموهوبين وليد صلاح الدين. قبل ما نستمتع الحقيقة بمجموعة من اللقطات اللي متع فيها وليد صلاح جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية الحقيقة، لأن إنجازاته كمان مع منتخبات مصر وخصوصا منتخبات الشباب كانت كبيرة جدا، خلينا نشوف مجموعة من الأرقام اللي بتلخص لحضراتكم مشوار وليد صلاح الدين مع النادي الأهلي. مفيش حد منصف ممكن يقول ان وليد مش من امهر اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره المصريه. اذا كنت بتتكلم على المهاره، اذا كنت بتتكلم على الحرفنه بكل معانيها، فيها تتجسد الحقيقه في عدد قليل جدا من الاسماء على مدار التاريخ، وبالتاكيد لازم تحط وليد صلاح كواحد منهم. والحقيقه يمكن زي ما قلت لكم مفيش لعيب في الفتره دي خد ثقه الجمهور وكاد جماهير النادي الاهلي بتشوف فيه الملاذ الاخير في حاله انه الاهلي مش قادر او عاجز في مواجهه صعبة أو ماتش ظروفه مش ماشية لصالح النادي الأهلي. ما كانتش الجماهير بتثق في حد قد ما كانت بتثق في وليد صلاح الدين في التوقيت وفي الفترة اللي هو لعب فيها. وكان هتاف وليد بيهز مدرجات النادي الأهلي في كل الماتشات. طبعا يعني أنا بشوف إن وليد الحقيقة يمكن كمان كان يستحق أكتر بكتير، جد حجم موهبته كانت تستحق منه هو شخصيا اهتمام أكبر من كده، لأن وليد كان بيتمتع بمميزات كل حاجة تحلم بيها في لعيب حريف في رياضة كرة القدم. القدرة على المراوغة اللي خليك تحس انه مهما كان حجم الخصم، انا مش بتكلم بس على اهداف، طبعا شايفين ده هدفه في المنصورة اعتقد في نهائي الكاس، لكن قدرة وليد على المراوغة، خفة الحركة، الرشاقة، القدرة على انه يستخدم رجليه الاثنين، كانت مميزات كبيرة جدا بتميز وليد صلاح الدين الحقيقة اثناء فترة لعبه مع النادي الاهلي. وده اللي يمكن زي ما قلت لكم اترجم بشكل كبير جدا عند الجماهير في حالة ثقة إن وليد هو من يملك المفاتيح ومن يملك الحلول لكل المواقف الصعبة. طبعا هسيبكم تستمتعوا بمجموعة من أهم اللقطات، هبتدي معاكم بالأهداف الحقيقة اللي أحرزها وليد صلاح الدين. كان كمان الحقيقة يمكن من الحاجات بعيدا عن الحرفنة والقدرة على المراوغة، وأنا عارف إنه الحاجات دي هي اللي بتشد الجمهور لإنها تحب لعيب، إنها تعشق لعيب، بالتأكيد
يعني احنا متفقين ان كل فرقه او كل سكواد، طبعا جونف رجاء البيضاوي في البطوله العربيه واحد من اجمل الاهداف اللي اتسجلت في تاريخ الكره المصريه الحقيقه، مش بس الوليد، انا بكلمكم على واحد من اجمل الاهداف اللي مهما تشوفه هتستمتع بيه، قدره خطيره على مراوغه في مباراه من العيار الثقيل ومع منافس كان وما زال طبعا رجاء كازابلانكا، طبعا زي ما انتم شايفين كده نايم خط الدفاع، رقص ودي جزء بقى من قدره وليد على التحرك، رقص حارس المرمى وخد الكوره بعدت شويه، في الظروف اللي زي دي اغلب اللعيبه هتتصرف انها تلعب كره عرضيه، لكن هو راح ورقص حارس المرمى تاني ونايم ثلاث مدافعين وحط الكوره في الجون. ده هدفه اعتقد في الكروم مظبوط، طبعا واحد من كروم طبعا كان زمان طبعا يعني كان نتكلم بقى على الانديه الشعبيه اللي راحت وما رجعتش، وكروم واحد منها الحقيقه، كان برضو فارق خصم عنيد خصوصا وانت بتلعبه في اسكندريه. لكن تاني هرجع اقول لحضراتكم انه مش بس فكره انه القدره على المراوغه او المهاره، لكن واحده كمان من مميزات وليد صلاح كانت قدرته على التمركز والتحرك بشكل كبير جدا، ودي يمكن اللي ساعدته بشكل كبير رغم انه ما كانش مركزه راس حربه، كان بيلعب نمرة 10، انه يسجل اهداف كتيره جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر الشباب. وبمناسبه منتخب مصر الشباب، وليد صلاح الدين هو اصغر لاعب شارك في كاس العالم للشباب، كان عمره تقريبا وقتها 15 سنه. اللقطه اللي ظاهره ورايا دي تكفي انك انت تدي الثقه، تكفي بشكل كبير جدا الجمهور ينتظر موهبه، بما انه كابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم في مصر حط ثقته في كابتن وليد صلاح الدين واداله نفس الرقم اللي هو ابدع وامتع فيه في الملاعب، كان كفيل بشكل كبير جدا. ده طبعا كان ماتش اعتزال كابتن محمود الخطيب اللي قدم فيه الموهبه، وقد كانت الحقيقه واحده من اهم المواهب اللي لعبت كوره في مصر وفي النادي الاهلي، وامتعت الحقيقه بشكل كبير جدا جمهور النادي الاهلي على مدار سنين طويله جدا. زي ما قلت لكم في الوقت اللي كانت حاضره فيه الجماهير في المدرجات، ويمكن الناس اللي تابعت الفتره اللي لعب فيها وليد صلاح الدين تفتكر بشكل كبير جدا ايا كان الجهاز الفني تاثير جمهور النادي الاهلي وقدره جمهور النادي الاهلي على ان وليد يشارك في اللحظات اللي بتشوف فيها الجماهير او بتقدر فيها الجماهير ان الموقف الصعب اللي محطوطه فيه فرقه النادي الاهلي مش هيحله غير وليد صلاح الدين وموهبه وليد صلاح. هو بالمناسبه كابتن وليد معانا، والحقيقه انا واحد من عشاقه، واحد من الناس اللي الحقيقه استمتعت بشكل كبير جدا بوليد صلاح الدين في الفتره اللي كان فيها موجود مع النادي الاهلي. كابتن وليد مساء الخير. حبيبي كابتن احمد، مساء الفل عليك وكل سنه وانت طيب. منور الدنيا. انا هرجع بيك فلاش باك، وانا عارف ان وقتك ضيق بس هرجع بيك فلاش باك مع اللقطه اللي يمكن كانت لسه ظاهره، اللقطه اللي فيها قدمك كابتن محمود الخطيب لجماهير النادي الاهلي في مباراه اعتزاله. لو تفتكر احاسيسك كانت، اتكلمنا عن اللحظه دي كابتن وليد. ده كان بس يعني كبير جدا في حياتي. طبعا كابتن خطيب كان بيحضر لمباراه اعتزاله، واتفرج على قطاع الناشئين واتفرج على كل الفرق، وقعد فتره يتفرج، وبعد كده كابتن يعني جه في غرفه الملابس وقال لي تعالى نتمشى شويه مع بعض، وقال انا بحضر لمباراه اعتزالي وقررت تنزل مكاني في المباراه وهقدمك للناس بشكل كويس فطبعا كان الكلام ده يعني بالنسبه لي كنت صغير جدا، وكنت في فرق الناشئين في النادي الاهلي، وقعد يديني نصايح يعني كانت مهمه بالنسبه لي، ان انا ما يبقاش في غرور، ان انا اخلي زمايلي يحبوني، ان انا دايما دايما اسم النادي الاهلي هو اللي يبقى دايما في المقام الاول عندي. كان مهتم جدا الكابتن بفكره ان كل الناس تحبك. والاخلاق قال لي كده، قال لي انا في ناس اجمد مني في الكوره، منه هو طبعا، ولكن للاسف ما كانش عندهم اخلاقيات عاليه، فبالتالي بيضيعوا نفسهم. فقال لي خد بالك من الحته دي كويس، لان انت بعد الحدث ده هتلاقي الدنيا كلها بتتكلم عليك، والناس بتيجي تتفرج عليك، والاضواء هتبقى عليك بشكل وانت يعني سنا صغير، فخد بالك من الموضوع. فيعني النصايح وحاولت اعمل بيها، والحمد لله اظن ان انا يعني خلال تاريخي ما اظنش ان انا كان ليا اي مشكله مع اي حد، الحمد لله. لعبت في النادي الاهلي من وانا عندي 11 سنه، طلعت عندي 31 سنه او 32 سنه، يعني اظن ان خلال اكتر من 20 سنه الحمد لله ما كانش ليا اي مشكله مع اي حد، والحمد لله كمان سعيد جدا ان كل جماهير الانديه الثانيه الحمد لله بتحبني وبتقدرني،
فالحمد لله يعني مبسوط بالمسيره. كان طبعا عندي احسن من كده في الكوره بكتير، وقصرت انا قصرت كتير، لكن يعني راضي باللي انا قدمته الحمد لله. خليني اسالك، ما زلت الاول بتتمتع بنفس الموهبه يا كابتن وليد، ولا السن فارق اليومين دول؟ لا تعال اتفرج بقى في الجمهور، تعال اتفرج بقى، ده انا ماسك اكيد. محمد عماره وهشام حنفي. لا طبعا، هو اللي بقول لك ايه، الكره في الراس، انا صح رقص عين صح بكرش دلوقتي، انا برضه برقص وبدي كباري وكل حاجه. انا طبعا احنا لينا، خليني بس يعني اقول فريق الشمس اللي هو احمد بكر وكابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو وكابتن محمد عماره وكابتن هشام حنفي وكابتن رابع ياسين طبعا كابتننا الكبير، وساعات الكابتن مختار يكون موجود، وكابتن محمد عامر وكابتن مجدي طلبه. يعني احنا لغايه دلوقتي متواصلين وبنلعب في ايوه النادي الاهلي حد وثلاث وخميس، فالحمد لله يعني مجموعه جميله وكلها طبعا من نجوم النادي الاهلي. ايه الجول اللي ما ينساهوش كابتن وليد؟ ايه الهدف اللي انت احرزته مش ممكن ابدا بالنسبه لك، واحد من اهم الاهداف على مدار مشوارك وتاريخك؟ والله في هدف انا جبته مع منتخب مصر، بس للاسف ده كان في المانيا، ما اتذاعش طبعا، ما حدش يعرف عنه حاجه غير المنتخب. كان الله يرحمه الكابتن طه بصري المدير الفني العظيم، والجيل بقى بتاعنا هادي خشبه ومحمد يوسف وهم اللي شافوا الهدف ده. بس هو كان هدف، ده كان هدف يعني بالنسبه لي مش طبيعي، لان كنا بنلعب فرقه اكبر مننا بسنتين، احنا كنا منتخب الشباب، وهم جابوا فينا جون وكان فاضل دقيقه واحده يعني خلاص الحكم هيصفر، او احنا بنسنتر، كنت انا وهادي خشبه تقريبا سنترنا، خدت الكوره رقصت الفرقه كلها، رقصت الفرقه كلها ورقصت حارس المرمى ودخلت الكوره جوه الجون. فده كان هدف، حتى كابتن طه بصري يعني اشاد قوي بيه، ايوه ولقيت فيه كميه هدايا جايه لي من ناس المان انا ما اعرفهمش، كانوا بيتفرجوا في الملعب وسالوا احنا قاعدين في اوتيل ايه، وجولي بعد العشاء قالوا الرقم 10 اللي جاب الجون ده، ولقيت بقى اللي بيديني شورت هديه واللي بيديني تيشيرت ماضي عليه تستاهل كتير جدا كابتن سبيكر. وليد، تستاهل كتير جدا، سعداء دايما بالتواصل معاك وسعداء جدا بسماع صوتك، واستمتعت واعتقد كل جمهور نادي الاهلي استمتعوا النهارده بفقره الحريف امير الموهوبين كابتن وليد صلاح الدين. فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانيه في السادسه. يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا مره تانيه، ندخل في تفاصيل الحلقه. وقبل ما ابتدي بس بالاخبار اللي هي وقفه صغيره مع كلمتين قالهم كابتن وليد صلاح، وحتى من قبلهم وانا بعرض الهدف بتاع بركات، الهدف اللي اخترته بتاع فقره الحريف الاسبوع الاخير. كابتن وليد حتى في سياق كلامه قال انه واحده من الحاجات اللي قال له عليها، النصايح اللي قال له عليها كابتن محمود الخطيب وهو لسه شايف فيه مشروع نجم وشايفه بيبتدي مشواره، قال له اهم حاجه الاخلاق. وفي حاجات كده ما اعتقدش انها تقبل اسم على الاثنين. يعني إذا كان الأخلاق في كفة والنجاح في كفة، أعتقد أنه الأهم بالنسبة لأي حد هي كفة الأخلاق، والنجاح اللي بيجي على حساب الأخلاقيات أعتقد أنه نجاح ملوش طعم، نجاح فقد كتير جدا من مردوده ومن معناه. في أوقات كتير جدا الحقيقة الواحد بيسأل نفسه، وفي مقولة دايما بتقول كده، تحدث حتى أراك أو تكلم حتى أراك، ما تكلمنيش عن أخلاقك وما تكلمنيش عن صفاتك، لكن خليني اشوفها في مواقفك، خليني اشوفها في تصرفاتك. في اوقات كتير جدا بنشوف الحقيقه تصرفات ملهاش معنى. انا مش ضد انه جماهير نادي الزمالك تحتفل باي شكل من الاشكال، من حقها، ومفهوم ليه حاله الفرحه وصلت لدرجه انها فرحه هستيريه، ده ممكن يكون ليه علاقه بانه يعني الناس مفتقده البطولات على مدار زمن طويل، ومن حقهم يفرحوا سواء بابتسامه خفيفه او افرح فرحه هستيريه، لكن ده الفرحه دي تنعكس سلبا على النادي الاهلي، والنادي الاهلي مش طرف في المعادله، ده شيء مش مفهوم. وانك انت تكون كابتن، وكابتن يعني قائد فريق، كابتن يعني انت قدوه ومثل اعلى، وتكون ده تصرفك، ننتظر ايه من الصغيرين وننتظر ايه من الاتباع؟ لما التجاوز بيحصل من قله، وبالتأكيد جماهير كرة القدم زي جماهير أي حاجة في العالم فيها قلة من الحثالة والأوباش، طبيعي جدا، لكن ما أقدرش ألوم عليهم، لكن ألوم على الناس اللي في موقف أو في موقع مسؤولية، ألوم على الناس الكبيرة. أنت مستني تكون قدوة لمين؟ مستني تكون مثل أعلى لمين؟ إذا كنت
بتتحط او اذا كان جمهورك بيحطك في خانه الرمز والقدوه للكيان اللي انت بتنتمي ليه وتكون دي اخلاقياتك، مفترض انه انطباعا عن الكيان نفسه يكون ايه؟ تبقى بتسيء للنادي المنافس ولا بتبقى بتسيء للكيان اللي انت بتنتمي ليه؟ هل انت تتوقع او تنتظر انه في يوم من الايام ابنك ايا كان، على فكره مش بتكلم بس على حد بعينه، انا بتكلم كقاعده عامه، هل الناس اللي بتتجاوز دي، هل الناس اللي بتخطئ دي هم كتير الحقيقه، مش بس كباتن، لكن نجوم كبار ونجوم دوليين بيمثلوا شايلين تيشرت منتخب مصر اللي عليه علم مصر. هي دي اخلاقياتهم، دول الناس اللي بيكونوا في يوم من الايام وهيكونوا في يوم من الايام سفراء لبلدهم في محافل دوليه. الناس دي تقبل على نفسها انها تشوف ولادها في يوم من الايام في نفس الموقف، بتقول نفس الالفاظ، بتعمل نفس التصرفات؟ انا مش عارف، علامه استفهام كبيره. ارتقوا بقى لانه القاع امتلأ، وما اعتقدش انه المسرحيه الهزليه حاله التجاوز وحاله الخروج عن النص وحاله السفاله والانحطاط اسهل حاجه في الدنيا انك تبقى سافل ومنحط، اسهل حاجه في الدنيا. واصعب حاجه في الدنيا انك انت تبقى محترم ورمز الحقيقه الاحترام، اخلاقياتك عاليه، دي اصعب، اهلنا علمونا كده. في النهايه تصرفاتك بتنم عن البيئه اللي انت بتنتمي ليها، عن ثقافتك، عن البيت اللي انت خارج منه، عن الاب والام اللي ربوا او ما عرفوش يربوا. هدخل في تفاصيل الحلقه النهارده ونبتدي بالاهلي. طبعا سكواد الاهلي راحه بقرار من مستر موسيماني اللي خد قرار انه يريح الفرقه كلها بعد ما حققوا فوز اخير على على نادي اسوان في المباراه الاخيره للدوري بنتيجه 2-1 امبارح. الفرقه كلها راح لمده 7 ايام باستثناء طبعا الدوليين اللي وقع اختيار كابتن حسام البدري عليهم، الشناوي، ايمن، اكرم توفيق، حمدي فتحي، السوليه، صلاح محسن، حسين الشحات، محمد شريف، ومجدي قفشه. 9 لعيبه من النادي الاهلي انضموا لمعسكر منتخب، كان الله في عونهم الحقيقه. يعني انا مقدر طبعا شرف واهميه التواجد مع المنتخب في تحقيق حلم ملايين المصريين بالتاهل لكاس العالم، لكن طبعا العبء البدني او الحمل البدني عليهم هيكون كبير جدا. نروح كمان للحقيقه بعض التصريحات اللي اتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني بعد خساره لقب الدوري. الراجل الحقيقه اتكلم، فتح قلبه لكل جماهير النادي الاهلي ومدرك تماما، وده واحد من 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 الحاجات اللي بتاكد على عظمه الجمهور، جمهور كسبان هذا الكم الكبير جدا بضغط من اول ما حط مستر موسيماني رجله في القاهره والاهلي ما بيعرفش غير منصات التتويج. فنش دوري، فنش كاس، فاز بافريقيا السنه اللي فاتت في النجمه 9 على حساب نادي الزمالك، وكررها السنه دي على حساب كايزر تشيفز عشان يحقق البطوله 10 في تاريخ النادي الاهلي دوري الابطال. ما اكتفاش، خد سوبر افريقيا على حساب نهضه بركان، وشارك في كاس العالم وفاز على بالميراس بطل امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل في قبل النهائي، وحقق تاني برونزيه للنادي الاهلي في تاريخه. ورغم كده الراجل حاسس بحاله حزن، ومقدر كمان في الوقت نفسه حاله الحزن اللي عند جماهير النادي الاهلي في انها فقدت بطوله واحده من سيل البطولات اللي اتحققت في فتره لا تتجاوز السنه. الفتره اللي تولى فيها مستر موسيماني جه في شهر 10/2020. النهارده احنا في شهر داخلين على 9، ما جيناش 9 لسه، ما وصلناش 9/2021، يعني تقريبا 10 شهور. ورغم كده قال انه بيوعد جمهور النادي الاهلي انه الفتره اللي جايه فرقه النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي هيكون اقوى واذكى في التعامل. واعتقد انه الدعم اللي قدمته اداره النادي الاهلي للفرقه اعتقد كافي بشكل كبير جدا ان يكون عندنا سكواد على اعلى مستوى، وانه سقف طموحاتنا ان شاء الله باذن الله يؤدي لاحتكار كل البطولات القادمه. بدايه الحقيقه مش هستنى اما السكواد الجديد يخش قايمه، لا انا بكلم حضراتكم بدايه من كاس مصر وسوبر مصري اللي هيتلعب ان شاء الله ايا كان ميعاده، وعندنا طبعا بطوله مهمه جدا 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 عشان نكسر او نحقق، هنكسر رقم قياسي احنا اصحابه، هو 7 بطولات سوبر ان شاء الله باذن الله في مواجهه الرجاء المغربي نوصل ل8. اتكلم على الصعوبات الكتيره اللي واجهته في خلال الموسم، وقال انه لسه كمان يعني رغم انه شارك مع الاهلي في بطوله الدوري في اخر اسابيعها في الموسم الاخير، لكن خلينا نتفق انه الاهلي كان مفنش البطوله من بدري وبيلعب مرتاح، فالراجل على حد تعبيره يعني ما كانش مدرك لطبيعه المنافسه وما كانش مستني ان يكون في ضغط كبير جدا للمباريات بالشكل ده،
قال احنا لعبنا في ظروف تقريبا شبه مستحيله على اي فريق في العالم، 19 مباراه في 53 يوم، وده يمكن عكس الفريق المنافس اللي حصل على البطوله بيقصد الزمالك، اللي يمكن ما تاخدوش بالكم منه. احنا بنتكلم على اطول فتره راحه حصلت عليها لعيبه النادي الاهلي الموسم ده، كانت 6 ايام، هي اللي كانت قبل ماتش الترجي في قبل نهائي افريقيا. في الوقت اللي فرقه الزمالك عملت معسكر تقريبا، خليني اقول استعداد لموسم جديد، كانت مدته تقريبا 22 يوم عشان كان فتره التوقف، والاهلي الحقيقه يمكن كمل فيها عشان يعوض يدفع ضريبه بقى مشاركته الدوليه، سواء في استكماله المشوار ابطال افريقيا او مشاركته في كاس العالم للانديه. لكن في الرساله المهمه الحقيقه، بعيدا عن الاسباب اللي ادت، انه موسيماني بيوعد انه الاهلي اللي هيظهر في الفتره اللي جايه هيكون اقوى، انه كل المشكلات او السلبيات اللي هي ظهرت مع نفسه، منها مثلا فكره انه الاهلي استقبل عدد كبير جدا من الاهداف الموسم ده، وخصوصا انه كان في جزء او نسبه كبيره من الاهداف دي في اللحظات الاخيره من الماتشات، والاهداف دي ادت انه الاهلي فقد نقاط في سباق المنافسه على الدوري. قال انه ده سببه الرئيسي كان حاله الارهاق وفقدان التركيز من اللعيبه، وده امر انا مقدره تماما، وهنشتغل على ان هو ما يتكررش بشكل كبير في الفتره اللي جايه. اروح مع حضراتكم للمنتخب الوطني. طبعا منتخبنا الوطني بيستعد لمواجهه انجولا وجابون على التوالي. طبعا كابتن حسام البدري دخل معسكر مغلق، المعسكر ده هيضم فيه او ضم فيه بالفعل اللاعبين المحليين في انتظار مواجهه او انضمام بقى اللاعبين المحترفين اللي ما زال موقفهم حتى اللحظه مش واضح. خليني اقول لحضراتكم، طبعا اليوم الاول لمعسكر المنتخب واللي بيقام في احد الفنادق في القاهره، كل اللاعبين وكل الجهاز الفني خضعوا، والجهاز الفني والاداري خضعوا لمسحه طبيه عشان يطمنوا على سلبيه المسحه، وانه ما يكونش فيه حالات لا قدر الله اصابه كورونا للعيبه. واعلن طبعا الجهاز الفني القائمه النهائيه المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، والقائمه دي فيها 27 لاعب، من بينهم محمد صلاح ومحمد النني اللاعبين طبعا المحترفين في الدوري الانجليزي، تحسبا انه المفاوضات تنجح. طبعا في مساعي من اتحاد الكره المصري حتى اللحظه لم تتوقف انه يتم ضمهم. النسبه او الاحتمال الارجح ان هم مش هيبقوا موجودين، يعني زي ما قلت لحضراتكم الاحتمال الاقوى انه لا النني ولا صلاح هيشاركوا في معسكر المنتخب، وغالبا غالبا بنسبه كبيره هيغيبوا عن مواجهه انجولا. الموقف بالنسبه للجابون ممكن يبقى مختلف، لانه الجابون مش ريد زون، وبالتالي مش هيبقى في مشكله انه صلاح يجي على الجابون يلعب هو والنني المباراه ويطلعوا منها على انجلترا مره ثانيه. هنا مش هيبقى فيه وجه اعتراض من وجهه نظر ليفربول. سريعا نعدي على العالمي، هاخدكم بدايه طبعا واحده من الصفقات برضو من العيارات الثقيل، ما حدش يقدر يقول انه رونالدو في الفتره دي مش من اهم نجوم العالم. طبعا بعد ما تابعنا زلزال انتقال ميسي من البارسا ل بي اس جي، نتابع بقى صفقه انتقال كريستيانو رونالدو اللي حصل فيها تحول في اللحظات الاخيره. كان كده كده رايح مانشستر، لكن الكلام كله كان على اهتمام السيتي، ما كانش يونايتد موجود في الصوره، لكن بعد ما سحب السيتي عرضه دخل يونايتد وخلص ورجع مره ثانيه كريستيانو رونالدو لبداياته وبدايات تالقه في اوروبا وبدايات بزوغ نجمه في الاولد ترافورد. طبعا كريستيانو رونالدو هيكون اضافه كبيره جدا جدا جدا. انا عايز اقول لحقكم انه موقع مانشستر يونايتد وقع، يعني الموقع وقع بمجرد الاعلان عن ضم طبعا النجم البرتغالي لفرقه المان يونايتد عشان يكون موجود معاهم. واعتقد انه مع سانشو ومع فاران يبقى اليونايتد عمل ميركاتو محترم جدا، ويمكن يكون الابرز والاهم والافضل على مستوى كل انديه البريمير ليج. بالمناسبه صفقة انتقال رونالدو للمان يونايتد خلته الأعلى أجرا، كان قبل ما ينضم رونالدو برضو مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي في الأعلى أجرا، بس كانت مع حارس المرمى ديفيد دخيا الحارس اليونايتد، لكن بعد دخول رونالدو أصبح رونالدو هو أغلى لاعب أو أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي على مستوى كل الفرق مش بس على مستوى مانشستر يونايتد. راتب أسبوعي هيصل ل 480 ألف
السليني، وزي ما قلت لكم طبعا يعتبر اعلى اجر داخل صفوف المان يونايتد، ومن وراه دخية ب 375 الف استرليني. واعتقد الرقم ده هيبقى صعب جدا على اي نادي في الدوري الانجليزي مهما كان اسم النجم الحقيقه ان هو يوصل. نروح لالمانيا، بروسيا دورتموند على وجه التحديد اللي كسب هوفنهايم بنتيجه 3 اهداف مقابل هدفين، مباراه شهدت 5 اهداف. كان الحقيقه هولاند النرويجي صاحب فضل كبير جدا لانه قدر يحسم المباراه في لحظاتها الأخيرة. ده طبعا لقطة من المباراة، رايس بيقدم موسم من تاني موسم الحقيقة بيظهر فيه رايس واحد من أفضل اللاعبين أنا بشوفهم الحقيقة جم في تاريخ بروسيا دورتموند، وما زال بيحافظ على مستواه وتألقه. ده الهدف الأول اللي أحرزه بروسيا دورتموند، رد هوفنهايم بهدف تعادل، كرة أكتر من رائعة، تحرك خلف الجناح الشمال لبروسيا دورتموند و فينش على يمين الحارس، كرة صعبة طبعا، لكن بروسيا دورتموند ما فقدش الأمل وقدر ان هو يعزز او يأكد رغبته في الفوز بهدف تاني في مرمى هوفنهايم. اعتقد هيتأثر بشكل كبير جدا بروسيا دورتموند برحيل سانشو، غياب سانشو عن تشكيلته السنة دي هيأثر بشكل كبير جدا على قدرته، لكنه يظل واحد من الأندية. ده هدف التعادل لهوفنهايم في اللقطات الأخيرة من الشوط الأول عشان تبقى النتيجة طبعا 2-2. زي ما قلت لحضراتكم بروسيا دورتموند واحد من أفضل الأندية، هولاند دبابة كاسحة ألغام، قول زي ما أنت عايز تقول، بص جاي منين؟ يعني هو اللي أساسا مبتدي اللعبة إيرلينج هولاند، وراح بقى أوت أوف كادر، تسديدة أولى اتصدت، تسديدة تانية اتصدت، رجع هولاند وخلصها في المقص عشان يحقق فوز لبروسيا دورتموند في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. ميسي والجميع في انتظار ميسي في أول ظهور ليه مع بي اس جي. طبعا باريس سان جيرمان لعب 3 ماتشات ما ظهرش فيهم ميسي، والناس كلها قاعدة حاطة دي على خدها في انتظار مشاركة ميسي، عايزين يشوفوا، مش بس عايزين يشوفوا ميسي، عايزين يشوفوا الثلاثي المرعب، التشكيلة اللي هتضم 3 من أهم اللعيبة في الفترة الحالية أو في الموسم الحالي في سكواد واحد. بكلمكم على نيمار مع ميسي شفناهم قبل كده، لكن زود عليهم كمان امبابي، ومش بس كده، ورا منهم مين؟ ورا منهم ماركو فيراتي، واحد من اهم لاعبي خط النص في العالم، ومعاهم دراكسلر، ومعاهم دي ماريا، ومعاهم ايكاردي، ومعاهم راموس، ومعاهم حكيمي، ومعاهم فينالدوم، ومعاهم دونا روما. انت بتتكلم على تشكيله الاحلام، لكن مش بالاحلام ومش بالاسماء بتحقق البطولات. انا عندي شك انه بي اس جي حتى بتشكيلته دي هيحقق السنه دي الشامبيونز ليج، وشايف انه هيكون عنده منافسه قويه جدا وخصوصا من اليونايتد ومن السيتي في انجلترا على تحقيق اللقب. خلينا نتكلم على اختياراتكم لافضل 3 لاعبين في النادي الاهلي في مباراته قبل الاخيره واللي قبلها، مصري وجونه على وجه التحديد، ونشوف جدول الترتيب العام وصل لغايه فين. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. الجميع الحقيقه في انتظار الاهلي 2022، ويمكن نوعيه الصفقات، الاسماء اللي ضمها النادي الاهلي في خلال وتم الاعلان عنها، طبعا فترات استمرت لفترات طويله لكن تم الاعلان عنها في الساعات الاخيره، تبين لحضرتك رؤيه الاداره في دعم الفريق بشكل كبير جدا بمستويات عالميه. الحقيقه يمكن كل الصفقات اللي انضمت للنادي الاهلي او الاسماء اللي تم اعلانها تقدر تقول انها صفقات من العيار الثقيل، لعيبه، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. الاهلي مش محتاج، انت بتتكلم على 30 نجم موجودين في قائمه النادي الاهلي، بتتكلم على كم كبير جدا من البطولات حققها الجيل ده والسكواد بتاعه النادي الاهلي، وبالتالي اي اضافه او اي اسم المفروض يدخل على السكواد دي المفروض يبقى دعم كبير جدا، واعتقد كل الاسماء اللي تم الاعلان عنها تقدر تحط بصمه مع فرقه النادي الاهلي. مشوارنا طويل ومشوارنا ممتد، وقريب جدا 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 هنحتفل بكتير ان شاء الله باذن الله من البطولات مع النادي الاهلي. خلينا نتكلم على الصفقات والدعم، ونتكلم على المشوار اللي جاي بالنسبه للنادي الاهلي مع مستر بيتسو موسيماني، واحد من ابرز المدربين شاء من شاء وابى من ابى اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. بيشرفنا النهارده كابتن احمد عادل، واحد من نجوم طبعا النادي الاهلي. كابتن احمد مساء الخير. مساء النور، انا سعيد دايما ان انا ابقى موجود معاك، وان شاء الله تبقى حلقه خفيفه على الساده المشاهدين. اسمع منك كده تقييم سريع، يعني شايف اهم الايجابيات اللي اتحققت للنادي الاهلي على مدار تقريبا 10 شهور قضاهم مستر موسيماني مع النادي،
واهم النقاط اللي محتاجين ان احنا نشتغل عليها واحنا بنستعد للمشوار برضو طويل جدا من البطولات. السيزون الجاي ممكن يكون اكتر سيزون ازدحاما بالماتشات والبطولات هشارك فيها النادي الاهلي ولاعيبته. طبعا انا بقول هارد لك للنادي الاهلي على فقدان الدوري، لكن دي مش نهايه العالم، لكن زي ما معودنا على طول النادي الاهلي، وبتشوف ان هو بيشارك في 6 بطولات على مدار الموسم، بيحقق 5، انجاز كبير جدا يحسب لمجلس الاداره ويحسب للعيبه ويحسب للجهاز الفني، يحسب كمان ان الجهاز الفني بمجلس الاداره محافظين على القوام الاساسي للنادي الاهلي بتدعيمات، طبعا زي ما حضرتك قلت بتدعيمات من العيار الثقيل للفريق، وان شاء الله يعني بنشوف ان الصفقات دي مش على المستوى المحلي بس، لكن انت بتلعب في كاس عالم الانديه طبعا. انا بشوف ان نتائج مستر موسيماني او انجازات مستر موسيماني على مدار 11 شهر انت بتحقق 5 بطولات من ضمنهم 2 دوري ابطال افريقيا، وهي البطوله الاهم والاصعب في البطولات اللي بيلعبها النادي الاهلي، بتلعب كاس عالم الانديه بتحقق ثالث، دي برده تعتبر بطوله تاخد برونزيه، فانا بشوف ان هي ارقام مميزه جدا مع مستر موسيماني، وانا بشوف ان خساره النادي الاهلي للدوري هي دافع كبير جدا وانطلاقه كبيره جدا لكل البطولات اللي جايه ان شاء الله. طيب خليني اقول لجمهور الاهلي طبعا انه بعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني من مباراه كره اليد اللي بتجمع بين الاهلي وفاب الكاميروني في بطوله ابطال افريقيا ابطال الكؤوس، النتيجه 26-13 لصالح النادي الاهلي بعد 5 دقائق بس من الشوط الثاني، فان شاء الله باذن الله مواجهه تكون محسومه لصالحنا ويبقى كده العلامه الكامله بالنسبه للنادي الاهلي. طيب خليني اكلم على مستر موسيماني، ايه الحاجات اللي شايف انه نسخه الاهلي الجديده؟ يعني احنا انا كنت ببتدي الحلقه النهارده كابتن احمد بقول انه الاهلي في اللحظه دي عنده فرقتين، عنده فرقه ابطال اللي حققوا زي ما حضرتك قلت من شويه 5 بطولات الموسم الاخير، منهم بطولتين يعني كانوا وحشنا بقالهم كتير جدا من بطولات افريقيا، ودول بالتاكيد الاهم والاصعب، وعندنا فرقه تقريبا بتضاف عليها، عندنا 4 صفقات قدمهم النادي الاهلي وتم الاعلان عنهم، بيرسي تاو، لوي مكسوني، كريم فؤاد، وحسام حسن، وكمان في بعض الصفقات اللي هيتم اعلان عنها في الفتره اللي جايه، بالاضافه نضيف عليهم كمان المعارين من النادي الاهلي اللي قدموا موسم مميز جدا، سواء كنت بكلمك على احمد عبد القادر في سموحه او عمار حمدي في الاتحاد او عبد المنعم في سموحه او حتى العربي بدر مع الجونه. طبيعي ان انت بتشوف النادي الاهلي يا استاذ احمد ان بيشارك في بطولات كتير جدا مهمه جدا، زي ما كنت بطلع مع حضرتك قبل كده بتتكلم في 25 او 30 نجم يبقوا موجودين في قائمه النادي الاهلي، وده ما يميز مستر موسيماني. يمكن الصفقات الجديده زي ما حضرتك قلت بالمجموعه اللي هتبقى معاره هتضيف بشكل كبير جدا لقائمه النادي الاهلي، وخصوصا ان انت لما بيكون عندك ال 30 لاعب جاهزين او 30 لاعب نجم على مدار الموسم بتقدر تعتمد عليهم، لما بتغير اي لعيب وبتحط البديل ما بتحسش ان في فرق في الاداء، لكن ده بيرجع للطريقه او السيستم او السياسه اللي بيتبعها مستر موسيماني مع الفرقه، ان اي تبديل او اي تغيير حتى من الصفقات الجديده هيسهل، انا باكد على اللعيبه الجديده هتبدا تنصهر مع المجموعه الموجوده بشكل كبير جدا، وده اللي بيساعدها اللي بيساعدهم في الموضوع ده اوضه اللبس، اوضه اللبس النادي الاهلي لعيبه كبيره القوام الاساسي، هم بيقدروا يدخلوا اللعيبه الجديده وسطهم بسرعه، فده ان شاء الله هنشوف الفتره اللي جايه ان اللعيبه الجديده دي هتبقى اضافه قويه، ومش جديد على النادي الاهلي ان هو يعمل الصفقات دي، اسم النادي الاهلي كبير، تاريخ النادي الاهلي كبير، بطولات النادي الاهلي كبيره جدا تضيف لاي لعيب موجود داخل قائمه النادي الاهلي. احنا عندنا تحدي كبير جدا كابتن احمد، يعني متفق معاك طبعا من الاسماء اضافه، واحنا يمكن هنتكلم على صفقه صفقه منهم وتقول لي رايك فيهم وتكلمنا عنهم شويه، لكن انا التخوف الحقيقه مش من امكانيات اللاعبين، لانه ثقتنا كبيره جدا وشفنا اللعيبه دي، ما هي دي نفس الفرقه اللي قدمت بطوله كاس عالم محترمه جدا وكسبت الدحيل وكسبت بالميراس البرازيلي، نفس الفرقه اللي جابت بطولتين افريقيا من انياب يعني افضل فرق القاره، اكلمك على انك انت تتجاوز الوداد، تتجاوز الزمالك، تتجاوز سان داونز، تتجاوز الترجي، يعني بالتاكيد السكواد وامكانياته ما حدش يقدر يشكك فيه، لكن هي العائق اللي جاي قدامنا هي فكره الاجهاد وضغط المباريات سواء في مشاركه لعيبه الاهلي، يعني انت النهارده موسم بيخلص عندك 9 من اللعيبه مشاركه مع منتخب مصر، عندك بعد المنتخب عندك بطوله كاس، عندك سوبر افريقيا، عندك بدايه دوري ابطال افريقيا الجديده، عندك كاس عالم انديه، عندك امم افريقيا،
التحدي هنا او شايف الموسم اللي جاي ده ازاي ممكن يتم التعامل معاه من وجهه نظرك؟ انا بشوف ان هو بيرجع لشخصيه لاعب النادي الاهلي. شخصيه لاعب النادي الاهلي هو دايما ما بيريحش، دايما على طول في ضغوط، دايما على طول في ضغوط مباريات، لكن بالتدعيمات اللي بيعملها مجلس الاداره بيقدر يوفر كل سبل امكانيات النجاح او البطوله للمدير الفني او للجهاز الفني. لكن بالتدعيمات دي انا بشوف ان حتى لو اللعيبه هتتعرض لاجهاد، لا انت عندك البديل واحسن. لما هنبص على دكه النادي الاهلي في الموسم اللي جاي لا هتبقى الدكه مرعبه. طب تقول لي كده من وجهه نظر كابتن احمد عادل اهم اثنين لعيبه في كل مركز من مراكز النادي الاهلي من وجهه نظرك. انا بشوف في خط الدفاع يعني الشناوي طبعا في حراسه المرمى، بشوف مين افضل حارس مرمى بره النادي الاهلي والنادي الزمالك في الموسم ده من وجهه نظرك؟ بشوف بسام. بسام جول كويس. الهاني سليمان مأدي اداء جيد مع سموحه. مفيش، لا مفيش تاني، مفيش حد تاني، محدش لفت نظرك. بسام والهاني سليمان هم اللي لفت نظرك. نيجي لخط خط الدفاع، انا بشوف ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم من المدافعين الاقوياء جدا. ياسر بما يميزه ان هو حتى ما بيغيب فتره او بيقعد ماتشين ثلاثه بيرجع بيبقى مستواه احسن وبيقدر يكسب الفرقه. تمام. مع ثبات المستوى بشكل كبير جدا لايمن اشرف. تمام. ايمن اشرف دول من اهم الاثنين اللي في خط الدفاع. اوكي. نص الملعب اكيد السولية. انا عايز اثنين في كل مركز يا كابتن احمد. اثنين، احنا قلنا السرد باكين، السرد باكات ياسر ابراهيم وايمن اشرف. ماشي، اثنين تانيين معاهم بقى. اثنين، انا عايز فرقتين، انا عايزك تحط لي فرقتين دلوقتي. يعني اعتبرهم، تتكلم سعد سمير و اعتبرهم اثنين هيلعبوا بعض. يعني هتحط لي تشكيلين للاهلي عشان اضمن ان عندي فرقتين احس ان هم تاتا تات. لا يبقى هنحط ياسر في فرقه وايمن في فرقه. تمام. يعني هنحط جنب ياسر تحط مين؟ جنب ياسر احط ايمن اشرف. ايمن اشرف. اه. بدر بنون هتحط جنبه مين؟ بدر بنون احط جنبه رامي ربيعه. رامي ربيعه. تمام. عندك برضه سعد سمير اضافه قويه. متولي كمان. طبعا. متولي ده متولي لما يرجع هو بد لك بس حظ يعني وحش. بس هو لعيب الحقيقه يرجع من الاصابه هيبقى اضافه قويه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب. يعني. يبقى عندي بدر وربيعه وياسر وايمن. ياسر وايمن. تمام. على الاطراف. على الاطراف هاني واكرم. يعني هاني هنا واكرم هنا. هاني هاني. تمام. واكرم. عندك كريم فؤاد برضو عنده مرونه، ده صفقه قويه. عنده مرونه يلعب كباك رايت. علي معلول هنا. علي معلول هنا. علي معلول واكرم. علي شمال واكرم يمين. فبقى عندي فرقه خط الظهر بتاعها علي واكرم على الاطراف، وفي القلب. تمام. ياسر وايمن. في القلب ياسر وايمن. وعندي فرقه تانية، عندي هاني وكريم فؤاد على الاطراف. هاني وكريم فؤاد. وبدر وربيعه في القلب. وبدر وربيعه في القلب. تمام. خط النص. خط النص حمدي فتحي في فرقه واليو ديانج في فرقه. تمام. جنب حمدي السولية. جنب حمدي السولية. جنب حمدي السولية. جنب ديانج. جنب ديانج ممكن العب شويه قفشه. تلعب قفشه. العب قفشه. ومركز جديد عليه شويه. ايوه بيلعبها ساعات. بيلعبها ساعات. بيلعبها ساعات وهيضيف لك في الناحيه الهجوميه. طبعا. اكيد. ماشي. هنضيف بقى للتشكيل الصفقات الجديده. ماشي يلا. تمام. هنلعب هاف رايت، لاعب بيرستاو كهاف رايت، الناحيه الثانيه كهربا. تمام. كهربا. ممكن هنا نلعب اثنين فيروت. تلعب اثنين. نلعب اثنين. تمام. يعني كده قلبتها 4 4 2. 4 4 2. تمام. او 4 2 4. ماشي. ممكن تمشي كده. نلعب بيرسيتاو وكهربا. بيرسيتاو وكهربا. حط اثنين قدامهم. بواليا. بواليا. ده لو بواليا كمل. محسن. وصلاح محسن. وصلاح محسن. تمام. كده فاضل لنا هافين وفرودين. تمام. تمام. ممكن نلعب بس كده في حيره برضه. هتحط بيكسوني. ولا هتحط الشحات؟ لا الشحات يمين. الشحات يمين. بيكسوني شمال. وبيكسوني شمال. بيكسوني شمال. تمام. كده فاضل لنا فيرود. انت حطيت هناك بواليا. بواليا وصلاح محسن. ممكن نلعب اثنين فيرود. حط حسام حسن بقى. حسام حسن. ولا ايه؟ حسام حسن. ومحمد شريف. حسام حسن وشريف. محمد شريف. هما دول احسن فريق. فرقتين فعلا. فرقتين. يعني تقدر تقول دلوقتي حتى قبل ما يتم الاعلان انت عندك لسه، يعني انا بعتقد واتمنى، يعني ده من باب التمني، واعتقد ان شاء الله انه الاقرب للحدوث انه احمد عبد القادر كمان
وعمار يكون ليهم دور مع نادي الاهلي الموسم اللي جاي. ياريت. انا شايف انه احمد عبد القادر الحقيقه مادي يعني ده جيد مع نادي سموحه جداً. وفارق مع نادي سموحه وان شاء الله يبقى اضافه قويه لما يرجع. ومش بس كده كمان، انه انا شايف الواد كمان عنده قدره على التطور الاهلي والمشاركه مع الاهلي في البطولات دي. هو اتطور مع سموحه بس على مستوى ايه؟ في النهايه دوري المحلي. لكن لما تديله كمان يلعب كاس عالم ويشارك في بطوله افريقيا، اعتقد الولد هيعلى اكتر واكتر من ما دي الضغوط اللي انا بتكلم عليها، ان انت لما بتلعب في الانديه المحليه غير لما بتلعب مع النادي الاهلي في ضغط مباريات، ضغط بطولات. لكن انا بشوف ان كتر النجوم اللي في الفرقه هو ممكن يسبب مشكله مستر موسيماني. ايوه، داخل ان هو بيختار احسن تشكيل اللي هم ال 11، والباقي يبقى عنده قابليه ان هو ممكن يقعد احتياطي، ممكن يبقى بره السكور. لكن مستر موسيماني ما يميزه ان هو بيقدر يتعامل مع ال 25 لاعب حتى الناس اللي بره، فدي هتحط مسؤوليه كبيره جدا على الجهاز الفني ان هو ازاي بيتعامل مع 25 نجم. اكيد اي حد هيبقى موجود داخل النادي الاهلي هيبقى حابب ان هو يلعب، حابب ان هو يشارك. لكن بترجع برضو انت عندك 11 بيبداوا و4 و3 و5 تغيير، لكن قائمه النادي الاهلي اكيد قائمه قويه هتضيف ان شاء الله للنادي الاهلي بطولات كتير ان شاء الله. صحيح، ولسه طبعا في اسماء ثانيه محترمه جدا. يعني انا مستني اشوف محمد محمود، لانه كل الناس بتقول ان الولد ده يعني عمله نادره. يعني وكريم نيدفيد. وكريم نيدفيد طبعا اتمنى يرجع بالسلامه، ومحمد محمود يرجع بالسلامه. سواء حتى الاهلي اداهم فرصه لاعاره يقدروا يبقوا حاطين رجلهم في الملعب يستعيدوا مستواهم ويرجعوا الاهلي مره ثانيه، او كملوا مع الاهلي الموسم ده لو مستر موسيماني شايف ان هم ممكن يبقى ليهم فرصه. طيب خلينا نتكلم على الصفقات الجديده بالتفصيل مع كابتن احمد عادل ضيفنا في السادسه، بس بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. انا ما باكلش المكرونه غير بالريد صوص، عادي مش مضايق، لونها احمر. ما بحطش غير مانيكير احمر. ما بنشتغلش احنا غير في الاحمر. انا لن اكتب الكتاب الا بقلم احمر. لو حبكم للنادي الاهلي وصل لكده، بنك سايب عمل لكم كارت النادي الاهلي اللي هيرجع لكم فلوسكم كاش باك، كمان خصومات كبيره على محلات رياضيه. تقدري تشتري بيه اي حاجه بالتقسيط المريح قوي يا عروسه. كل ما تستخدمه هتجمع نقط وهترجع لك تاني. طبعا خليني اقول لحضراتكم بس قبل ما نكمل كلامنا عن الاهلي، انه مصر كلها ودعت الاعلامي الكبير طبعا حمدي الكنيسي، واحد من الاسماء والعلامات في مجال الاعلام وفي مجال الاذاعه المصريه. وانا شخصيا الحقيقه يعني طبعا استاذ حمدي بالنسبه لي يعني استاذ ومعلم وشخص انا كنت بكون له كل الاحترام والتقدير، وما زلت طبعا اسمه الحقيقه بالنسبه لكل العاملين في مجال الاعلام يمكن من الاسماء الغايه في الاحترام وغايه في الاحتراف وغايه في التواضع. وقول زي ما انت عايز تقول، وفي المرات البسيطه اللي قابلته فيها وتعاملت معاه فيها الحقيقه يعني لمست قد ايه الشخص ده متواضع جدا بداية، عنده حرص انه يعلم ويوصل ويدي من خبراته الطويلة جدا الكتير لكل الأجيال اللي طالعة. خالص تعازينا طبعا كأسرة قناة النادي الأهلي لأسرة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي. ويمكن زي ما حضراتكم شايفين يمكن دي كانت مشاركة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في جنازة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي، وأيضا هو عضو مجلس إدارة سابق في النادي الأهلي. كابتن خطيب كان حريص على المشاركة طبعا النهاردة في صلاة الجنازة وفي اللحظات الأخيرة في وداع واحد من أهم وأبرز الإعلاميين في مصر الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي. طيب يمكن كنت بتكلم مع كابتن أحمد قبل الفاصل على الصفقات، اسمحوا لي بس أخدكم زي ما وعدتكم في بداية الحلقة وأخد كابتن أحمد لاختيارات جماهير النادي الأهلي في الماتشين الاخيرين لافضل ثلاث لاعبين. البدايه هتكون مع مباراه المصري، والحقيقه يمكن كان في منافسه قويه جدا في المباراه دي، واحده من الماتشات اللي كانت جماهير النادي الاهلي
يعني شايله همها او بتبقى مصري واحد من الفرق الكويسه والمحترمه واللي بتقدم وقدمت سيزون كويس جدا، لكن الاهلي فيها قدم عرض اكتر من رائع. فالماتش المصري في المركز الاول الحقيقه اللي طالع بسرعه صاروخ، يعني اللي يشوف حسين الشحات النص الاول من الموسم ما يشوفوش النص الثاني من الموسم على الاطلاق. اكتساح 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 حسين الشحات لاصوات جماهير النادي الاهلي، فاز بالمركز الاول ورفع او زود نصيده 3 نقاط. في المركز الثاني علولو اللي ابتدى يجي وابتدى يستعيد جزء كبير جدا من مستواه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل. انا شايف انه معلول لسه عنده كتير وجماهير النادي الاهلي بتراهن عليه في الموسم اللي جاي بشكل كبير جدا، واحد من اهم وافضل لاعيبه الاهلي في السنوات الاخيره. في المركز الثالث محمد مجدي قفشه اللي بيضغط بقوه الحقيقه على اليوت زانج في جدول الترتيب العام، بيضيف لرصيده نقطه، صحيح نقطه لكنها كانت نقطه في منتهى الاهميه. مصري شحات معلول وراهم محمد مجدي قفشه. نروح لمباراه الجونه كابتن احمد، والجونه من الماتشات اللي ما كانتش يعني كويسه قوي بالنسبه لنا، لكن الحقيقه يمكن الكويس فيها انه الشحات حافظ على ثقه جمهور النادي الاهلي وحسم برضو المركز الاول في ماتشين. الشحات ضاف لرصيده 6 نقاط في جدول الترتيب العام، وفي المركز الثاني كان النصر محمد شريف وضاف لرصيده نقطتين حافظ بيهم على امله لانه شريف قريب مش بعيد. وفي المركز الثالث كان عمرو السوليه، دول افضل 3 لاعبين في اختيار الجمهور في مباراه الجونه. قبل ما نروح لجدول الترتيب العام، رايك في اختيارات الجمهور في الماتشين دول، مصري وجونه؟ اكيد فعلا كانوا من اميز اللاعبين في المباراتين دول، وخصوصا انت استاذ احمد هتلاقي اللعيبه دي من اكتر اللعيبه اللي لعبت مباريات. أيوة. كان عليهم ضغوط كبيره جدا وجهات كبير جدا، لكن يحسب لهم ان هم حافظوا على مستواهم. طبعا حسين الشحات يمكن الشحات، انا عايزك تتكلم عن الشحات لان الشحات بالنسبه لي يعني كان 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 ومش بس مش بالنسبه لي بس، كان بالنسبه لكل الجماهير علامه استفهام كبيره جدا طول الموسم، لكن الحقيقه النص الثاني من الموسم في الوقت حتى اللي تراجعت فيه نتائج النادي الاهلي الشحات بومينج. ده بيدل على قيمته كلاعب، على قيمته كلاعب ان هو لعيب كبير، لعيب عنده مسؤوليه تجاه ناديه ان هو يجيب نفسه، وبرغم كل الضغوط اللي كان بيتعرض لها لكن هو بيرجع بمستواه ثاني، بياخد مكان اساسي في تيم النادي الاهلي، بيقدر يكسب النادي الاهلي، يقدر يجيب اهداف، يقدر يعمل كذا اسيست للنادي الاهلي، يبقى مكسب في الفريق. لكن دي انا بقول دي قيمتك انت كلاعب، وببارك له طبعا على مستواه، ومهم جدا ان هو يفضل ثابت على المستوى دوت لموسم واثنين وثلاثه، لان هو لعيب كبير وعنده خبرات كبيره جدا ويستاهل اكتر من كده كامكانياته يعني. صحيح، ويمكن جزء من يعني من اهميه الصفقات اللي عملها النادي الاهلي، يعني بشوفها مش بس قيمتها او فايدتها مرتبطه بتقل اللعيبه اللي جابهم الاهلي. يعني لويس ميكسوني احنا شفناه، او خوسيه لوي ميكسوني زي ما اسمه بيتنطق، يعني شفناه واحد من افضل اللاعبين في بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي، واحد ويمكن هو نجم سيمبا. بيرسي تاو طبعا لعيب امكانياته، وانت اتكلمنا عنه دلوقتي، لعيب امكانياته عاليه جدا، لكن شايف كمان وفايده ثانيه كابتن احمد ان هم هيضغطوا بشكل كبير جدا، هيستنفروا الطاقات اللي موجوده عند اجنحه الاهلي، طاهر، كهربا، حسين، صلاح محسن لما بيلعب جناح، هيخليهم كمان يطلعوا اكتر من المنتظر منهم في الموسم اللي جاي. اكيد هتبقى في منافسه قويه، في منافسه قويه، وده بيصب في مصلحه الفرق، بيصب في مصلحه الفرق، لان انا لو حتى انا عشت الموقف ده. أيوه. لو انا لعيب بلعب في مكان لوحدي على مدار الموسم كويس وحش بلعب، هنا ببقى مريح بمستواي شويه، لكن لما بلاقي حد بياخد مكاني وبيلعب فانا بيبقى عندي غيره تجاه المكان بتاعي، تجاه ان انا لا لازم العب، انا قعدت احتياطي لا لازم العب اساسي، ودي اللي لازم تبقى موجوده داخل اللعيبه. أيوه. ده بيحط مسؤوليه كبيره جدا على اللعيبه، ده بيحط مسؤوليه كبيره جدا على مستر موسيماني، اللي الاحسن هيلعب، الافضل هيلعب، ودي بتبقى المنافسه دي هتصب في الاخر في مصلحه الفرق. أيوه. ان حسين يبقى في منافسه مثلا مع لويس، ان مثلا كهربا مع طاهر هتلاقي في منافسه، ده عايز يلعب، ده عايز يرجع نفسه تاني، ده مش قابل ان هو يقعد احتياطي، لا انا اخد مكان اساسي في الفرقه. فده كله هتلاقي حتى تمرين النادي الاهلي في احتكاكات جامده جدا، وفي باور كبير جدا، ده كله بيصب في مصلحه الفرق، كله عايز يلعب وكله عايز يشارك في كل البطولات، فاكيد كله عايز يحط رجله ان هو ياخد مكان في الفرق الاساسيه، وده طبعا بيصب في مصلحه الفرق اكيد. طيب بعد ماتش المصري والجونه الترتيب وصل فين؟ واحنا بنقرب، احنا فاضل لنا ماتشات كاس مصر اللي بتمنى ان شاء الله ان رجالتنا يتواجوا باللقب، وعندنا
تبقى فاضل اخر مباراه في الموسم ده، لانه ماتش الرجاء هنحسبه بقى مع بدايه موسم جديد، فاخر ماتش عندنا في الموسم ده هيكون كاس السوبر المصري. المقدمه ازدادت سخونه، يعني المنافسه قدام كانت تقريبا طول الموسم يا كابتن احمد بين الشناوي وديانج، كانوا اقرب اثنين اول تاني، شناوي يطلع اول ديانج يرجع تاني، ديانج يطلع اول شناوي يرجع تاني، وكان اللي ورا منهم بعاد شويه. النهارده كله بيقرب، يعني خليني اقول لك كده واستعرض مع حضراتكم اختياراتكم وصلت الجدول لغايه فين النهارده. في المركز الاول اليو ديانج برصيد 34 نقطه. في المركز الثاني الشناوي تراجع وقفشه سرق المركز، خطف المركز الثاني من الشناوي بعد ما كان الشناوي تقريبا طول الموسم يا اول يا ثاني. قفشه بيتقدم للمركز الثاني بالنقطه اللي قلت لحضراتكم عليها، اضافها في مباراه الجونه عشان يبقى رصيده 33 نقطه ويتفوق على محمد الشناوي بنقطتين. الشناوي بيتراجع للمركز الثالث برصيد 31 نقطه. في المركز الرابع شريف لسه بيضغط، وشريف لسه قريب 28 نقطه الفرق بينه وبين اليو ديانج صاحب المركز الاول 6 نقاط، يعني لو شريف كسر الدنيا في ماتشين يدخل مع ديانج في مركز اول. في المركز الخامس بيجي اكرم توفيق، واحد من مفاجآت الاهلي الموسم ده، ولو بصيتوا لعدد الماتشات اللي لعبها اكرم مقارنه مثلا باليو ديانج، ديانج لعب 50 مباراه جاب منهم 34 نقطه، اكرم لعب 32 مباراه جاب منهم 23 نقطه. تعرف اكرم عمل ايه على مدار الموسم؟ الشحات اتقدم برضو عمل طفره الحقيقه الموسم ده، اللي يراجع جدول الترتيب في بدايه الموسم يلاقي الشحات كان في مؤخره الجدول. الشحات النهارده في المركز السادس برصيد 22 نقطه. عدى مين؟ عدى مين الشحات؟ عدى بنون وعدى معلول وعدى كهربا وعدى طاهر وعدى ايمن وعدى عمرو السوليه اللي كانوا سابقينه تقريبا طول الموسم، وده فضل تركيزه وتالقه في الفتره الاخيره. بص يا استاذ احمد، اللي لفت انتباهي في الاحصائيه دي اختيارات جمهور يا كابتن احمد، احنا يعني لا طبعا يعني ده تقول عليه تقييم من جمهور النادي الاهلي لمردود لاعبتنا على مدار الموسم من اول مباراه لغايه اخر مباراه في الدوري، ولسه طبعا مكملين الكاس وكاس مصر وكاس السوبر. اكيد زي ما بقول لحضرتك اللي لفت انتباهي عدد المباريات اللي اللعيبه دي لعبتها. لعبوا انت بتتكلم من 40 ل 50 مباراه، فعدد مباريات كبيره جدا. انا بشوف ان هي نتائج مميزه جدا للعيبه. بتشوف ان لما الشناوي كان بيتالق في بدايه الموسم وقفشه والسوليه وبيجي من بعيد حسين واكرم توفيق مع اليو ديانج مع المجموعه دي كلها، هتلاقي ان هم من اميز اللعيبه اللي كانت زي ما بقول بتشيل حمل النادي الاهلي او بتشيل مباريات النادي الاهلي. لكن ده زي ما بقول لحضرتك ده بيحط المسؤوليه على اللعيبه دي، مسؤوليه كبيره جدا اتجاه ناديها. لكن انا بشوف ان هي نتائج مميزه جدا مع عوده حسين لمستواه، مع ثبات مستوى اكرم توفيق للفتره الاخيره بعد عودته، مع ان علي معلول كان بعيد ولسه راجع، مع كهربا كان بعيد ولسه راجع، مع طاهر كان بعيد ولسه راجع. فده كل ده هيضيف للتشكيل للنادي الاهلي ومستوى النادي الاهلي اكيد. هو لو خدنا من ماتشات، يعني لو خدنا على سبيل المثال قرايه لديانج، ديانج لعب 50 مباراه الموسم ده لو افترضنا جدلا، يعني واعتقد انه ما لعبش ماتشات الدوري بشكل كامل، بس انا هفترض جدلا انه ديانج لعب ال 34 ماتش بتوع الدوري. ده معناه انه اليو ديانج لعب 16 مباراه زياده عن كل لعيبه الدوري الموسم ده. ال 16 مباراه دول كلهم تحديات قاريه او دوليه. يعني لعب دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا، سوبر افريقيا، كاس عالم انديه، يعني بيلعب مع فرق زي بايرن ميونخ وبالميراس وسان داونز والترجي احتكاكات دوليه. فلك ان تتخيل حجم المجهود البدني والعصبي اللي بذلته لعيبه الاهلي على مدار الموسم. لا اليو لعيب مهم جدا في نص الملعب، لعيب بيضيف لك بيتقل لك نص الملعب بشكل كبير جدا، بيعمل الزياده العدديه نموذج مع المهاجمين. ده برضو زي ما حضرتك بتقول يراجع للقوة البدنية بتاعته، يراجع للقوة البدنية، ان انت على طول لو نتكلم فني ان هو على طول بيكمل، بيبقى جوه الصندوق، بيقدر يحرز اهداف او ممكن يعمل اسيست، وفي نفس الوقت على طول بترجع تلاقيه تحت الكورة. فده عايز قوة بدنية كبيرة جدا. نفس المميزات دي عند السولية، بيقدر ان هو خلاص بقى عنده المرونة ان هو يقدر يكمل اللي هي بوكس تو بوكس، بيقدر يكمل مع التلت الامامي يحرز اهداف، وفي نفس الوقت مهم جدا يعمل ارتداد سريع على نص الملعب. دي عايزه قوه بدنيه كبيره جدا. اكيد اداء مميز سواء السوليه او اليو او حمدي،
فهم متقلين نص الملعب اكيد. في ظل وفره يعني انت من شويه يمكن قبل الفاصل حطيت لي اثنين سكواد للاهلي، حطيت الاهلي فيرسز الاهلي، عملنا فرقتين محترمين جدا. في ظل وفره اللاعبين والتدعيم لكل المراكز تقريبا في الفرقه، هل شايف انه في لعيبه ممكن اعاده توظيفها؟ يعني هل تشوف انه تجربه اكرم مثلا، اكرم لما اتنقل من وسط الملعب راح باك يمين نقل نفسه في حته ثانيه وادى نفسه مساحه للمشاركه، لانه مشاركته في ظل وجود السوليه وديانج وحمدي في مستوياتهم اللي بيقدموها كانت صعبه شويه. بالتالي حجز نفسه مكان اساسيه وقدم مردود خلى الناس بتثق فيه جدا في الحته دي. هل في اسم ثاني كابتن احمد يشوف انه ممكن اعاده توظيفه، او انك انت لو استغلته في مركز ثاني للمركز اللي احنا اتعودنا عليه يدي مردود اعلى؟ انا بشوف ما يميز النادي الاهلي على مدار موسم كامل ببطولاته بضغط بطولاته وضغط مبارياته، ان انت ما يميز النادي الاهلي ان هو بقى عنده 6 لعيبه تقدر ان انت تعمل منهم طبعا تتكلم ايمن اشرف ممكن يلعب سيرد باك وممكن يلعب باك ليفت مظبوط، بتتكلم ان جبت كريم فؤاد هو ممكن يلعب باك رايت او باك ليفت، عندك اكرم ممكن يلعب باك رايت وديفندر تمام، عندك السوليه ممكن يلعب 8 وممكن يلعب 6 ارتكاز يلعب ثابت، قفشه زي ما قلت لحضرتك هو ممكن يلعب 8 اللي هو اللي جنب الديفندر او 10 او 10 اللي هم الاثنين، حسين ممكن يلعب هاف رايت او هاف ليفت. ايوه انا عايز اقول لك ان حسين في كتير وكتير من اللي دربوه وشافوه يعني قال لك ان حسين كمان يعني باك رايت يلعب على باك على رايت مستوى عالي جدا جدا. لا حسين انا حتى لما انا كنت بلعب بداياته كمان يقول لك كان يلعب باك رايت كويس. لا انا اصلا كنت كده، انا اصلا ما بلعبش باك رايت، انا اصلا بلعب هاف رايت فالتوظيف هو اللي رجعني ورا يعني مستر مانويل جوزيه قال لا انت هتلعب في المكان ده، حتى انا في الاولمبي كنت بلعب هاف رايت فقال لي انت هتلعب باك رايت، فاي حد هاف ممكن يلعب باك، حسين ما يميزه ان هو ممكن يلعب باك رايت وممكن يلعب هاف ليفت. كهربا ممكن يلعب هاف ليفت ممكن يلعب 9 فيرود صريح. ايوه فده في ناس كتير اتفقوا معاك في حته كهربا انه يلعب لعب في المنتخب وجاب منها جوان يعني كهربا ممكن يلعب 9 فيرود صريح، عندك صلاح محسن ممكن يلعب 9 فيرود صريح ممكن تلعبه تحت الفيرود شريف ممكن تلعب طرف من الاطراف وممكن تلعبه 9 يلعب راس حرب. فده ده ده ما يميز النادي الاهلي ان انت عندك 6 أو 7 لعيبه ما فيش حيره للمدير الفني، حتى لو فقدت مثلا علي معلول لا انت ممكن عندك بديل، لا ممكن تلعب ايمن اشرف وتلعب بدر بنون مع ياسر ابراهيم. طب دول الجواكر، دول الجواكر اللي انت ممكن توظفهم في اكتر من يعني بيجيد اللعب في اكتر من مركز. في حد تاني شايف انه مظلوم في مركزه؟ انت عارف في ساعات يعني ممكن مدير فني او جهاز فني يشوف اللعيب يبقى عايزه في الحته دي، في حين انه اللعيب امكانياته بجد واحساسه بنفسه وراحته هو شخصيا وهو في الاسكواد يبقى في مركز ثاني، اكيد بتحصل صح ولا طبعا. هل في حد ينطبق عليه الموضوع ده؟ يعني شايف ان هو متوظف مش في مكانه، او لو اتحط في حته تتشال من هنا اتحط في هنا هتاخد منه حاجه اعلى من كده؟ لا انا بشوف لا انا بشوف ان حمدي واليو يعني واحد من الاثنين، بس انا بشوف الاثنين لازم يلعبوا ما اعرفش تيجي ازاي، بس لازم واحد منهم يعني واحد منهم انا ببقى مطمن بصراحه يا حمدي هو بيلعب ومع اي حد يا اليو هو مع اي حد لكن انا نفسي الاثنين يلعبوا بس ما اعرفش تيجي ازاي. هو يعني ناس كتير بتشوف انه ادائهم ودورهم شبه بعض، يعني الاثنين شبه بعض نسخه جدا. واحده نسخه واحده نسخه مصري ونسخه مالي لكن ده زي ما قلنا زي ما احنا بنتكلم دايما ده هيضيف للنادي الاهلي مع غياب حمدي فتحي هتلاقي اليو شال المكان كويس مع رجوع حمدي فتحي واليو لما بينزل كبديل بيقدر ان هو يامن نص الملعب كويس وبيقدر يكمل مع خط الفيرو. طيب بيتكلم معاك عن الجداد بقى بيرسي تاو ميكسوني كريم فؤاد حسام حسن والمنتظر منهم، بس خليني اقول لك مبروك بدايه وبارك لجمهور نادي الاهلي ماتش الاهلي وفاب الكاميروني خلص لصالح النادي الاهلي بنتيجه 48-23 تفاوت. الاهلي الحقيقه في حته ثانيه على مستوى بطوله افريقيا سواء في مواجهته مع بطل نيجيريا بطل كوت ديفوار او بطل الكاميرون. اليد حلوه اهي يعني ليه عندنا مشكله في كره القدم مش عارف، يعني اليد المصريه مكسره الدنيا، ما نقدرش نكرر ونستنسخ التجربه دي على مستوى كره القدم. لسه شوف المنتخب بيشارك عادي في كاس العالم، يعني يبقى السؤال هنعمل ايه في كاس العالم؟ مش هنوصل كاس العالم ولا لا؟ لا دي انا كنت بتكلم فيها قبل كده ان انت عندك من بعد 2011 انت بتعاني
بتعاني ان مع احترام اللعيبه اللي في مصر ما عندكش جيل قوي ان هو يقدر يمثل منتخب مصر. الكره المصريه كانت في معاناه ان انت عندك اجيال بلغه الكره كده اتداس عليها. لكن بتشوف الجيل اللي هو بتاع المنتخب الاولمبي، انت عندك جيلين او حتى بتتكلم الجيل بتاع كابتن حسن شحاته، وبعد كده مرورا بالوقت مع الجيل اللي هو بتاع محمد صلاح والنني، ده كان منتخب الشباب والفريق الاول بيلعب بتاع كابتن حسن شحاته. انت عندك جيلين، تشوف حتى متوسط الاعمار مع كابتن حسن شحاته كان ال 83 ال 81 ال 80 ال 79 مع المجموعه الكبيره اللي هو محمد ابو تريكه، احمد حسن، كان كابتن حسام حسن. وعلى طول هتلاقي الجيل بتاع محمد صلاح اللي هو مواليد 93 اللي هو ال 90 و 91. في اجيال اتفرمت في النص، اجيال اتفرمت في النص. وانت المواسم اللي فاتت كان الدوري المصري ما بيقدر، يعني ضعف الدوري المصري ما كانش بيقدر يفرز. الدوري السنه دي يفيد المنتخب من وجهه نظرك ولا يضره؟ لا، ده انا اتكلمت فيه، يعني يفيد المنتخب بشكل كبير جدا. لان في لعيبه كتير جدا تميزت على مستوى الدوري مع انديتها، وده بيوسع قاعده الاختيار لكابتن حسام بدري. متفق مع كابتن حسام في الاسماء اللي اختارها المنتخب، وهل كنت بتشوف فيه اسماء تستحق الانضمام ولا لا؟ اكيد انا على طول بتكلم ان دي وجهه نظر كابتن حسام بدري. ممكن انا بتكلم على وجهه نظر كابتن احمد، يعني بالتاكيد يعني في ناس كتير جدا كانت شايفه ان في اسماء جديره او تستحق انها تنضم ولم يضمها كابتن حسام. في النهايه قراره ونحترمه وما عندناش مشكله، وهو يتحمل مسؤوليته. لا انا لكن انت كنت بتشوف في ناس تستحق تكون موجوده في منتخب مصر؟ لا انا بشوف ده انسب تشكيل اختاره كابتن حسام بدري. وخصوصا ان هو بيبقى ملم بكل المشاركات بتاعه اللعيبه في الانديه، وان شاء الله يبقى موفق ونقدر نوصل كاس عالم ان شاء الله مره ثانيه. باذن الله طبعا نتمنى نوصل كاس عالم ان شاء الله باذن الله. نتمنى كمان، نفسي نعدي مشكله، يعني طول ما احنا طموحنا بس ان احنا نوصل دي بنوصل ونخرج. احنا ما وصلناش كتير، يعني هم مرتين اللي انا شفتهم مرتين، بس نفسي بقى ننقل نفسنا ونبص او نحط هدف للكره المصريه انه مصر ممكن تعمل فرقه او تشتغل على فرقه توصل دور ال 16 وتوصل دور الثمانيه ان شاء الله. ما يبقاش الهدف بس الوصول ان شاء الله. الهدف ان شاء الله ان هو يتكرر مره ثانيه على التوالي، ويبقى اهدافنا زي ما حضرتك بتقول ان احنا نحقق حاجه كويسه في كاس عالم. لكن احنا ممكن ناخدها خطوه بخطوه شويه، ان احنا ازاي نتاهل، وبقى خلاص احنا مجموعه اللعيبه الموجوده بقى عندها خبرات ازاي تتاهل مع المجموعه بتاعتنا. انا معاك في ده، بس انت عارف يا كابتن احمد، انت عارف حتى لما بنتاهل بنبقى احنا مثلا بنعمل القرعه خلاص، يعني يا رب المجموعه بتاعتنا تبقى يعني على قدنا، فاهم قصدي ايه؟ ومش عارف هنعمل معاها ايه برضه، هننجح ولا مش هننجح. منتخب اليد مثلا، لا انت لما بتيجي تقابل ابطال العالم انت نازل ماتش وعندك احساس انك تقدر تكسب، فاهم؟ انا نفسي الشعور ده يبقى موجود في الكوره، يعني الحاله دي تتنقل لكره القدم، لان هي برضه في النهايه الاكثر شعبيه وهي مصدر فرحه كبير جدا للمصريين. ده اللي هيفرق بشكل كبير جدا عدد المحترفين اللي عندك. أيوه. يعني عدد المحترفين اللي عندك في مصر، يمكن بنشوف ما يميز اللي هو الجيل بتاع محمد صلاح، ان هو صلاح محترف بره، تريزيجيه محترف بره، حجازي كان محترف بره، مع النني محترف بره. لكن كل ما عدد المحترفين عندك بيزيد، كل ما اللعيبه دي بتقدر عندها خبرات دوليه كبيره جدا، خبرات اوروبيه وعالميه على مستوى كبير جدا، احتكاكات عالميه مع فرق كبيره جدا، ده هيسهل من تأهل منتخب مصر كاس العالم ان شاء الله. فده اللي انا بتمناه ان شاء الله. استمتعت بصفقات الاهلي؟ اكيد اكيد اكيد، وحاجه مش جديده على النادي الاهلي. أيوه. حاجه مش جديده على النادي الاهلي، صفقات من العيار الثقيل ان شاء الله تقدر تضيف للنادي الاهلي مع لعيبه، صفقات اتمنى ان هم يكونوا اضافه للنادي الاهلي، مع لعيبه عندهم خبرات كبيره جدا، عندهم احتكاكات كبيره جدا، سواء بيرسي تاو بتتكلم لعب في برايتون الدوري الانجليزي، لعب في اندرلخت، من اخر نسخه ليه كان مع اندرلخت البلجيكي. فاتمنى ان هو بطوله، اكيد اتمنى ان هو يبقى موفق. واعتقد في الموسم اللي كان فيه مع اندرلخت تم اختياره افضل لاعب في الموسم. لا هو لعيب مميز جدا، فايتر، بيلعب على الجون بشكل كويس جدا، بيعرف يجيب جون مع مكسيوني طبعا، لويس مكسيوني ان شاء الله يكون اضافه قويه لخط هجوم النادي الاهلي. حسام حسن طبعا هداف من هدافين الدوري المصري، كان قريب ان هو يحقق البطوله في ليبيا مع فريقه، لكن ما حصلوش توفيق، لكن هو اضافه قويه. كريم فؤاد زي ما قلت لحضرتك
عنده مرونه تكتيكيه، يلعب على الطرف من الطرفين، لعيب صغير، عنده احتكاكات مع منتخب الاولمبي. كريم هيواجه يعني يمكن التحدي ده انت قابلته. كريم عنده ناحيه، لو حطيته شمال قدامه علي معلول، لو حطيته يمين عنده هاني واكرم طبعا. فبالتالي قدامه هو تحدي من نوع خاص. وانت يمكن في الوقت انت كنت بتلعب فيه انت كان جنبك برضو جنبي اسلام الشوطر، احمد فتحي، احمد صديق، محمد بركات. يعني هلعب فين؟ خش يا كابتن كده شويه وادينا مساحه عايزين تقول له ايه. كانت منافسه شريفه. لا كانت منافسه شريفه، وهنا المنافسه بتبقى لصالح الفريق، ولازم هو يبقى مدرك كده كويس ان المنافسه لصالح الفرقه. اكيد ده هتبقى منافسه صعبه عليه جدا مع هاني، ان هو لازم ياخد مكان، او سواء الناحيه الثانيه مع علي معلول فهو لازم ياخد مكان. فاكيد ده هيصب في مصلحه الفرقه ان شاء الله، ويبقى قدر يتالق مع النادي الاهلي، ويقدر يحرز بطولات تضيف لتاريخه ان شاء الله. منتظر يعني، او اكتر اسم منتظره في سكواد الاهلي الجديد، مستني تشوف ليه بصمه، او حاسس انه قادر يصنع الفارق؟ حسام حسن. اتمنى له التوفيق، لان هو على المستوى الشخصي شخص ابن حلال، طيب، محترم جدا، ودي اللي النادي الاهلي بيبص ليه. ايوه، شخصيه عامله ازاي بره الكوره، وشخصيته محترم او مش محترم. لكن حسام ان شاء الله يبقى اضافه قويه للنادي الاهلي وخط هجوم النادي الاهلي ان شاء الله. متفائل بالموسم الجديد ان شاء الله؟ اكيد ان شاء الله باذن أكيد. الله، واحنا كلنا متفائلين، وان شاء الله باذن الله بدايه من الموسم ده احنا لسه ما رفعناش ايدينا، احنا لسه مكملين، وعندنا بطولتين في منتهى الاهميه، بطولة كاس مصر وبطولة سوبر مصر، ان شاء الله باذن الله نختم بيها بطولات الموسم الاخير، ونبقى كده حققنا الخماسية، حلم الخماسية ما زال مستمر. بشكر الكابتن احمد عادل، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله باذن الله نستمتع ونحتفل معاك ببطولات جاية كتير جدا في مع النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله، ودايما مزيد كده من بطولات لدولاب تاريخ النادي الاهلي والنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله قريب جدا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعة. ليفربول تشيلسي 1-1 والشوط الثاني بعد البنج، ومبروك صلاح لان هو اللي احرز هدف ليفربول في مرمى تشيلسي، صحيح من ضربه جزاء، لكن اهو هدف ينفع في سباق الهدافين في البريمير ليج. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونقابل حضراتكم بكره ان شاء الله في السادسه.